بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زلنا متواصلين معكم بهذه الانطلاقات المميزة وبهذا التواصل الجميل من مسلسل الناموس وانطلاقات سن الكبار من مسافة 8 كيلومترات. هذه المسافة الماراثونية التي ترافق هذا السن وانطلاقة سن الحيل وتواصل الشعارات المتبعثرة على أرضية هذا الميدان والمنطلقة والباحثة عن كلمة الناموس، الكلمة الغالية لدى جميع الأخوان المشاركين والمتواجدين على أرضية هذا الميدان وأول المراكز. هنالك المتواجدة الشديدة تعود الملكية لقانب بن سيف الخيارين، من يقدم لنا شديدة على أول المراكز. ثاني المراكز تتواجد العنود سعيد بن راشد الزعبي، والمركز الثالث تواجد وتقدم غزلان ناصر بن علي الفيدة المري. نتابع النداء إلى المركز الرابع كي نرى من تتواجد الشهنية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وخامس الأسماء وخامس النداء تواجد الظبي لعبد الهادي بن ناصر الشايك الشهواني. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ومن بعدها نتحول إلى الصدارة بتحول النداء إلى أول المراكز وتواجد شديدة من تنطلق على أول المراكز. ومع مقدمة هذا الشوط قانب بن سيف الخيارين من يمتلك شديدة المتواجدة مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز تواجد العنود سعيد بن راشد الزعبي، يقدم لنا العنود عنود الصيد تتواصل لتصطاد أول المراكز بهذه الانطلاقة وبهذا التواصل الجميل. الثالث المراكز تقدمت في هذه اللحظات الظبي، من تواصلت من المركز الخامس إلى المركز الرابع حتى وصلت إلى ثالث المراكز بمسيرتها إلى تشكيل المنافسة والقوة والإبداع. الظبي تعود الملكية لعبد الهادي. إذا من وصلت على ثالث المراكز الظبي لهادي بن ناصر الشايك الشهواني، رابع المراكز تواجد غزلان من تغازل الانطلاق بانطلاقتها الجميلة وبتواصلها الرائع مع المركز الرابع، تعود الملكية لناصر بن علي الفيدة المري من يقدم لنا غزلان مع رابع المراكز. نتابع المركز الخامس وحاملة الرقم 5، يا لحالات الصدف، حاملة الرقم 5 على المركز الخامس تتواجد الشهنية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني بتحليق الشهنية، من تحلق بهذه اللحظات وسلالة شهيد العريقة تتواصل على أرضية هذا الميدان. ولنا عودة بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المقدمة لموافاتكم بندائنا الثالث مع هذه الانطلاقة الجميلة. أول المراكز تتواجد مع هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقة، وكلما عدت النداء أشاهد جديدة على أول المراكز. تعود الملكية لقانب بن سيف الخيارين من يقدم لنا شديدة مع الصدارة ومع المقدمة. المركز الثاني تتواجد الظبي هادي بن ناصر الشايك الشهواني، ثالثا من الجانب الأيمن انطلقت إلى المركز الثاني العنود، تعود الملكية سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا العنود مع المركز الثاني، وأيضا تواجد ثالث المراكز الظبي لهادي بن ناصر الشايك الشهواني، رابعا تتواجد غزلان ناصر بن علي الفيدة المري. هذه الأربعة الأسماء المتقدمة ومربع الناموس الذي يحتوي هذه النجوم المتواصلة، هذه النجوم التي تتلألأ على الصدارة وعلى المقدمة وتنطلق بإبحار بمنافسة بين هذه الأسماء الكبيرة. نتابع النداء لنشاهد خامس المراكز الثانية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الخامس، وأشاهد الأمور تغيرت مع الصدارة وتجددت الأمور وتبدلت الأحوال مع أول المراكز، وتحولت هنالك العنود من انطلقت مع المركز الأول، تعود ملكية العنود سعيد بن راشد الزعبي، ولكن
شديدة عادت إلى موقعها التي كانت عليه منذ الانطلاق وإلى الأول المراكز، عادت إلى الصدارة شديدة لتعيد أمورها المسلوبة والمنهوبة من قبل عنود. شديدة تعود الملكية لقانم بن سيف الخيري بن يقدم لنا شديدة على المركز الأول بحوار ثنائي ما بين شديدة وما بين العنود. العنود تتواجد على المركز الثاني، سعيد بن راشد الزعبي يتواصل شعاره مع مسمى العنود ومع انطلاقة العنود على المركز الثاني بهذه الثنائية الجميلة. والثالث المراكز وشاهد تواجد غزلان ناصر بن علي الفيدة المري على المركز الثالث، يتواجد شعاره رابعا وتابع حاملة الرقم 4 الظبي لهادي بن ناصر الشايك الشهواني. خامس المراكز تتواجد الشاهنية وتعود الملكية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع المركز الخامس. إذا خمسة المراكز المتقدمة لم يتجدد بها جديد، ولكن مع تغيير المراكز ومع أيضا انتصاف في مسافة هذا الشوط انتصفت المسافة، بدأنا بفتح سجلات جديدة للمنافسة أيضا حصد النقاط وتسجيل أول المراكز مع المقدمة ومع الصدارة. تغيرت الأمور برفقة العنود من انطلقت إلى الصدارة، بدأت الأمور تتغير كما تغير لعبة الشطرنج مع المركزين الأول والثاني. وعادت بهذه اللحظات شديدة وانطلقت إلى الصدارة شديدة والعنود بتبديل المراكز وبتغيير المراكز المتقدمة بمنافسة مبكرة لعمر هذا الشوط ولهذه الانطلاقة. تتواجد شديدة مع المركز الأول، غانم بسيف الخيري نقدم لنا شديدة بشدتها وبانطلاقتها الجميلة مع أول المراكز. ثاني المراكز تتواجد العنود على المركز الثاني، سعيد بن راشد الزعبي يسعد لي صباحك يا سعيد، وأيضا يسعد لي صباحك يا غانم بسيف الخيري. المركز الثالث تواجد وتقدم غزلان لناصر بن علي الفيدة المر، يقدم لنا غزلان من تغازل المركزين الأول والثاني وتغازل الصدارة بعينها وبانطلاقتها مع المركز الثالث رابعا وتابع من تتواجد الظبي، ظبي الفلا رمز العطا تنطلق على رابع المراكز. تعود الملكية لهادي بن ناصر شايك الشهواني. خامسا بدأت تقترب الشهانية، تعود الملكية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع المركز الخامس ومع تقدمها الجميل وانتقالتها المميزة إلى رابع المراكز وبانطلاقتها وبمواصلة المسيرة إلى المراكز المتقدمة. ولنا عودة إلى أول المراكز وإلى المقدمة وإلى التواجد هنالك المتواجدة والمنطلقة شديدة على الصدارة. شديدة تنطلق بهذه القيادة الجميلة وبهذا التقدم الرائع من قبل شعار قانم بن سيف الخيرين من ينطلق شعاره على المركز الأول، ولكن الزعبي شعاره يتواصل على ظهر العنود مع المركز الثاني. إذن تتواجد العنود على المركز الثاني، سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا العنود ووصلت بهذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وصلت الشهنية وانطلقت مع ثالث المراكز، وصلت لتطحن المنافسة بانطلاقتها الجميلة. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من يمتلك الشهنية من وصلت بهذه اللحظات، وانحصر النداء مع ثلاثة المراكز المتقدمة بمثلث الناموس، هذا المثلث الذي يحتوي هذه الأسماء المميزة. رابعا نتابع تواجد غزلان ناصر بن علي بن حمد الفيدة المري. خامسا من القادمة بأول ندى الشانية لحمد بن غانم الهديفي، يصل شعاره
مع المركز الخامس هذه الخمسة الأسماء المتقدمة والمتنافسة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الانطلاق الأول وإلى أول المراكز، وتواجد العنود أو شديدة، شديدة على المركز الأول، ثاني المراكز العنود، ثالثا شديدة، أو هنالك المركز الثالث شانية، رابعا تتواجد غزلان، وأيضا بالانطلاق من قبل غزلان على رابع المراكز شعار الهديفي بدأ ينطلق مع المركز الخامس. ولكن المنافسة حائرة ما بين شديدة وما بين العنود، وهنالك أيضا الشانية، وتواصلت غزلان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الزعبي شعار يسيطر وينطلق برفقة العنود، العنود وعادت بهذه اللحظات شديدة، وانطلقت بشعار غانم بن سيف الخيرين مع أول المراكز ومع المقدمة والصدارة والمركز الثاني. وصلت بهذه اللحظات غزلان، انطلقت غزلان تغازل الصدارة وتنطلق مع المركز الثاني، ناصر بن علي الفيدة المري ينطلق شعاره مع المركز الثاني. ثالث المراكز تتواجد الشانية عبد الهادي بن خليل الشهواني، رابعا وتابع تواجد الدكتورة مع هنالك العنود سعيد بن راشد الزعبي، شعاره يتواصل مع المركز الخامس مع الرابع. وخامسا تتواجد الشاني لحمد بن غانم الهديفي، والكيلو متر الأخير، الله يا كيلو ما بعدك كيلو، العنود أو شديدة، شديدة ما زالت مع المركز الأول، ما زالت منطلقة مع الصدارة والمقدمة، وغانم بن سيف الخيرين يود أن يغتنم الفرصة ويسجل النقطة في هذا اليوم مع شديدة المنطلقة مع الصدارة. ولكن الخطورة بانت من قبل غزلان، غزلان غزلان على المركز الثاني، علي بن حمد أو حمد ناصر بن علي بن حمد الفيدة، ووصلت العنود مع المركز الثالث سعيد بن راشد الزعبي، يصل شعاره مع المركز الثالث، وانطلقت غزلان لناصر بن حمد بن علي بن حمد الفيدة المري مع المركز الأول. الله يا غزلان، غزلان والعنود قادمة، العنود وغزلان، غزلان تغادر الصدارة والعنود تود أن تصطاد أول المراكز، الناموس يحتار ما بين العنود وغزلان، غزلان والعنود، ولكن بنت هذا شعاره يسيطر ويحكم القبضة برفقة غزلان وبانطلاقة غزلان وبتواصل غزلان. غزلان هي صاحبة هذا الشوط، إن لم يكن هنالك رأي آخر من قبل العنود. الله يا سلام، غزلان غزلان، سلام وتحية واحترام لمالك غزلان وحصول غزلان على أول المراكز. نهني ناصر بن علي بن حمد الفيدة المري على حصول غزلان على المركز الأول، ثاني المراكز العنود سعيد بن راشد الزعيم المركز الثالث، كان وصول من قبل الشاني حمد بن خالد الهديفي، رابعا الشديد لقارب بن سيف الخيرين، خامس المراكز ننتظر لحظة وصول المركز الخامس. إذا هذه الأربعة المراكز المتقدمة، خامس المراكز حاملة الرقم خمسة الشانية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، نهني جميع الفائزين، كما نهني مالك غزلان من حصلت على أول المراكز في هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل، كانت ورقة رابحة وانطلقت إلى خط النهاية وأعلنت الناموس، وأيضا ذهب السلام لمالك غزلان من حصلت على أول المراكز، ناصر بن علي بن حمد الفيدة المري، نهني على حصول غزلان على المركز الأول، وكانت توقيتها الزمن 13 دقيقة 19 ثانية 66 الزمن الثاني. تبريكات لمالك غزلان، ناصر بن علي بن حمد الفيدة المري ثاني المراكز العنود 13 دقيقة 19 ثانية 98 الزمن الثاني. تبريكات لسعيد بن راشد الزعبي على حصول العنود على المركز الثاني. ثالث المراكز، المركز الثالث كان وصول من قبل الشهرية، توقيت الزمن 13 دقيقة 25 ثانية 82 الزمن الثانية. التهاني التبريكات لحمد بن غانم الهديفي على حصول الشهرية على المركز الثالث في هذا الشوط وبانقضاء شوطنا العاشر، وما زالت انطلاقات متواصلة بتواصل الأشواط وبتواصل الشعارات المنطلقة والأسماء المرافقة لنا بهذه الانطلاقة.
يرينا.